أهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الإخباري من قناة 22. أكد إعلان الجزائر في ختام الدورة 31 للقمة العربية بالعاصمة الجزائرية أمس على عدد من المواقف في مختلف الملفات. وجاء التنصيص في الإعلان على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. كما تم إعلان رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور الجامعة، وكذا دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها. من جانبه أعلن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أمس استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية المقبلة. غير بعيد عن السياق، رفضت الحكومة الجزائرية التعاطي مع دعوة وجهها العاهل المغربي محمد السادس للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة الرباط بغرض الحوار. وأكدت مصادر سياسية جزائرية لصحيفة الشرق الأوسط أن السلطات العليا في البلاد الجزائر تعتبر الدعوة المغربية للحوار مناورة جديدة، الهدف منها صرف الأنظار عن مجريات القمة العربية. في أخبار معتقلي الرأي، أدانت محكمة الجناح لمدينة المدية أمس معتقل الرأي شوقي يونس بعام حبس نافذة عن تهمة التحريض على التجمهر الغير المسلح وفق ما أعلن عنه محاميه، فيما تمت تبرئته من تهمة نشر خطاب التمييز والكراهية. يونسي كان قد اعتقل يوم 18 من أكتوبر الماضي وسط مدينة المدية. بوهران تم صباح اليوم إطلاق سراح معتقل الرأي قاسم سعيد من السجن بعد استنفاد مدة سجنه المتمثلة في عام حبس النافذة. بخصوص معتقلي الرأي، دائما راسلت منظمة الكرامة الحقوقية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي تلتمس تدخلها لدى السلطات في الجزائر بخصوص الناشط الشاب عبد الحميد بوزيزة المختفي قسريا منذ 19 من أكتوبر الماضي. عبد الحميد بوزيزة ناشط سلمي في الحراك ومدون في وسائل التواصل الاجتماعي يهتم بقضايا المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بتاريخ 19 من أكتوبر اقتحمت عناصر من فرقة البحث والتحري والدرك الوطني منزله بمدينة تلمسان وألقت القبض عليه، ثم اقتادته إلى وجهة مجهولة. وقد ذهب المحامون للبحث عنه عبر المحاكم لكنهم لم يجدوا له أثرا ولم يعثروا على ملف بشأنه، ومنذ ذلك اليوم لا توجد أي معلومات عن مصيره أو مكان احتجازه، حتى عائلته لم تتلقى أي اتصال من طرفه. للتذكير، ففي يوم اعتقال عبد الحميد من منزله قال أحد عناصر الأمن لوالدته: وليدك غير نسيه. بالمغرب يواصل المحامون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، وأيضا احتجاجاتهم ضد أداء ضريبة استباقية على ملفات معينة، حيث شمع العشرات أمس في وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط نددت بالقرارات الانفرادية لوزارة العدل وعدم إشراك المعنيين بالأمر في حوار لتدارس الموضوع قبل تنفيذه. بينما يزداد زخم الاحتجاجات التي يخوضها المحامون، أبدى عبد اللطيف وهبي وزير العدل تمسكه بكل القرارات التي اتخذها. هذا وشهدت مختلف محاكم المغرب خروج العشرات من أصحاب البذلة السوداء للاحتجاج ورفع الشعارات ضد الحكومة، ما أحدث شللا في محاكم المملكة. دوليا، يستعد رئيس حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو لقيادة الحكومة الكيان الصهيونية المقبلة، مدعوما بتحالف مع الأحزاب الدينية المتطرفة التي عززت مواقعها في الكنيسة بعد تحقيقها فوزا كبيرا في الانتخابات العامة، وهو ما يجعل الحكومة المرتقبة الأكثر يمينية في تاريخ الكيان. وتشير النتائج الأولية بعد فرز ما يقرب من 90% من أصوات الناخبين إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحلفائه
المحتملين من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة يتجهون لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان. دوليا دائما، أصيب اليوم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إطلاق للنار وقع أثناء مسيرة احتجاجية. وأفاد شهود عيان بأنه أصيب في قدمه بعد استهداف موكبه بينما كان في شرقي باكستان، ولا يعتقد أن حالته خطيرة، وتفيد تقارير أيضا بإصابة 4 أشخاص آخرين في نفس الهجوم. نهاية النشرة، في أمان الله.